السؤال الثالث يقول: سائل من فرنسا يريد نصيحة تعينه على عبد البصر، لأن هناك النساء متبريات في كل مكان، نوصيه بتقوى الله عز وجل وأن يغض بصره عن الحرام وأن يستكثر من الأعمال الصالحة وأن يستعين بالله عز وجل وأن يجالس أهل الخير والصلاح، وإذا وجد فرصة للذهاب إلى بلاد المسلمين فليفعل، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وبالله التوفيق.